ولو إن مش هينفع كده. نادين مش معقول، أنت بقالك يومين ما دقتش حاجة وكله سيجار في قهوة، ما ينفعش كده حبيبي. أنت ولا حد مصلى؟ إيه؟ جاوبي على قد السؤال، انتي ولا حد مسلطي؟ قبضتي تمن موت لوجي ولا لسه ما دفعوش؟ انت بتتكلم على ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. لا فاهمه كل حاجه. مين اللي استلم الاكل من الواد بتاع الدليفري وحط لي السم فيه؟ اكل ايه وسم ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. لما سالتك حلفتيلي انك ما طلبتليش حاجه. المطعم أكدولي إنك أنت اللي طلبت الأوردر، واسمك وتليفونك متسجلين عندهم. مين اللي وراك؟ مين اللي قتل بنتي؟ مش عايزة تتكلم. شهادة وفاة، بيانات المتوفي أميرة محمد حافظ ناصر. يعني أنت ميتة ميتة، رصاصة بستة جنيه ما تبقيش موجودة. الأحسن تقولي لي مين وراكي عشان ما تدفعيش التمن لوحدك. عاوز تموتني انا؟ مطلعلي شهادة وفاة وبتهددني بيها؟ ازاي تشك فيا؟ ازاي تشك ان انا ممكن اعمل فيك كده او اعمل كده في لوجي؟ انت مش عارف انتوا ايه بالنسبة لي؟ انت بتتكلم ازاي يا نديم؟ بص، تليفوني اللي متسجل عندهم اهو، خد اللوج بص فيه. بص شوفني كلمت المطعم ولا لا، ولا شاكك اكون مسحته وماله. عموما ابقى اكلمهم بكره واطلب فاتوره تفصيليه بكل تليفوناتي. شوفني كلمتهم ولا ايه؟ انا اخر حاجه في حياتي كنت ممكن اتخيلها انك تشك فيا. انا رهنت حياتي كلها تحت رجليك. أنا من ساعة ما بصحى الصبح بصحى عليك أنت. ولو عاوزة أموتك مش هتصل من نمرتي. أنت عارف مشكلتك إيه؟ إنك ما بتشوفش. إنك عمرك ما حسيت بيا. عشان لو بتحس وبتشوف كنت عرفت إن أنا بحبك. يا نديم.